خير في ايه يا ولا؟ ابو كرر له حاجه؟ غالب لو مقتول في الارض بتاعته اللي في الناحيه الشرقيه. انسبتي البلد كلها مقلوبه والحكومه كلها هناك. انسبتي انسبتي انسبتي. صابر يا صابر، في ايه يا ابني؟ انت بتعيط؟ انت دريت من اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ غالب لو مقتول في الارض بتاعته ورحاب اغمى عليها ودوها المستشفى. صابر يا صابر يا صابر يا صابر، تعالى ايه؟ يا سيدي هو في ايه يا ولا؟ اخو جراله ايه وراه؟ ها؟ سلام عليك يا أغلى حاجة في حياتي، والله ما قصدت إني أوجعك، أبوك كان مصعب عليا أوي، كان بيلي ودراعي بيك يا رحاب، والله العظيم ما قصدت إني. أنا جنبك يا رحاب، أنا جنبك، ما تخافيش. ألف سلام عليك. أنت هنا بتعمل إيه؟ جاي عايز مننا إيه تاني؟ إيه البرود والبجاحة اللي أنت فيها دي؟ إيه بتقتلوا القتيل وتمشوا في جنازته؟ يا منال الكلام ده، معلش يا صابر حقك عليا. جاب كسر حقه. الله يسامحك يا منال، أنا جيت أطمن على رحاب وماشي على طول. يا ريت والله يا استاذ صابر، يا ريت ده المفروض تبقى شواف، يعني ده كل البلد عارفه اللي كان بينك وبين الحاج غالب الله يرحمه. بس نقول ايه؟ ليك رؤى، روح روح، الله يصلح حالك، روح. خلي بالك على نفسك يا رحاب. صابر صابر حنين قوي يا اخويا. الاخير علينا تمثيله. انتوا ليه عملتوا كده؟ حرام عليكوا، ليه كده؟ حرام ايه بلا قرف؟